في تعز المحاصرة يواصل المواطنون المطالبة بفك الحصار الحوثي عنهم، حيث نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام منفذ زيد الموشكي المغلق من قبل ميليشيا الحوثي، مطالبين الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات لرفع الحصار وفتح الطرقات دون شروط، كما طالبوا مجلس القيادة الرئاسي بعدم تقديم التنازلات غير المشروطة. إن إعادة فتح طرقات تعز الرئيسية لا تتطلب كل هذه المفاوضات من الأساس، وكان يجب أن تتم بنفس القدر من السهولة والسرعة التي تمت بها إجراءات رفع القيود عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة من قبل الحكومة والتحالف العربي، لولا هذا التواطؤ الأممي الغريب مع الحوثيين. وإننا إذ ندعو المبعوث الأممي إلى الضغط باتجاه فتح فوري لطرقات تعز الرئيسية بموجب نص الهدنة التي أعلنها بنفسه، فإننا نتوجه إلى مجلس القيادة الرئاسي أن يبدي مسؤولية أكبر تجاه مدينة تعز ومعاناتها. خرجنا اليوم لإيصال رسالة للعالم بأن تعز اليتيمة التي ليس لها من يقف معها هي اليوم توصل صورة صوتها للعالم، بأن الأمم المتحدة التي كنا نعول عليها إنقاذ لهذا البلد ويعني يعول عليها المساكين والمقطوعين عن أهلهم والقتل والقنص للأطفال سينقذونهم، والآن وصل الناس إلى قناعة أن الأمم المتحدة هي التي كانت عدو الأول قبل الحوثي، الحوثي أضعف من أنه يكون قوي يحاصر تعز، الأمم المتحدة هي من يشرع لهم يفتحوا البر يفتحوا الجو والبحر للغير شرعي والشرعية يحاصروها برا، وهذه جريمة حق الأمم المتحدة وصول العالم.